جديد في فير بلاي نواصلوا في استقبال الضيوف. نحكيوا على الألعاب البارالمبية، حبينا نعملوا تقييم للمشاركة التونسية لحد الآن وشنية بقية حظوظ الرياضيين التونسيين اللي ما زالوا في الألعاب هذه. معنا بالتليفون زميلنا الإعلامي المختص تقريبا في الرياضات الفردية كيف كيف، بس نحكيوا معه أيضا على المنتخب، مقابلة المنتخب في كرة السلة. ستوفيق قاسم، أهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بالسادة المستمعين اللي اكتشفت. شنو أحوالك، لاباس؟ والله لاباس. بون، تبعنا الماتش معناتها بسيف، معناتها الماتش ما كان سهل، معناتها صافا متفرجين. هاي باهي. نحكي شوية على ألعاب البارالمبية، كيف شفت حصيلة الرياضيين التوانسة لحد الآن تقريبا قبل أيامات من نهاية المشاركة؟ بون، الحصيلة معناتها عادية بالنسبة ليا، معناتها حصيلة أنا قلت من قبل معناتها الدورة اللي معناتها ما نكونش انتظار معناتها حصيلة كيف ما الدورات الأخرانية في ريو ولا في لندن ولا في بكين. أول حاجة لأنه معناتها كيما الرياضة التونسية ككل معناتها رياضة المعاقين معناتها عرفت برشا مشاكل معناتها في معناتها من 2017 لتوا، نقصلهم برشا ميزانيات، معناتها حرموهم من برشا، نقصلهم معناتها من الإمكانيات. معناتها ذكروا معناتها في وقت معين قرفوا معناتها الرياضيين معناتها على الوزارة اللي ما عطاتهمش المنح نتاعهم، ما عطاتهمش البرنامج نتاعهم، يعني برشا مشاكل صارت. معناتها الحقيقة معناتها الرياضيين نتاعنا رغم القيمة الكبيرة نتاعهم أبطال عالميين وأولمبيين وأصحاب أرقام قياسية عالمية، ما لقاوش معناتها العناية في قيمة الإنجازات نتاعهم، فأثر خاصة وإحنا في الطرف المقابل. إحنا شكون اللي نلعبوا؟ لا، مع مقابل في الطرف المقابل، الطرف المقابل قاعد يلقى في حظوة، قاعد معناتها متوفر له إمكانيات، قاعد يشارك، قاعد معناتها خاصة في الرياضة الكراسي، رياضة الكراسي ما تعرف معناتها الإعاقات فما برشا أنواع، رياضة الكراسي تكون عندك معناتها كراسي في أعلى مستوى، إذا كان أنت تلعب بكرسي معناتها كيما وليدك تيلا تذكروا 2017 معناتها قعدوا قداش باش تشريوا له كرسي، اذا كان انت عندك واحد يجيب لك 4 ميداليه ذهبيه في بطوله عالم، جيب لك 12 ميداليه في 9 مشاركات في بطوله العالم وعنده ارقام قياسيه ويلعب بكرسي مضروب، معناتها حتى معنويا ما يجيش يترينا، ما يجيش يقدم، ما يجيش كذا، فهذا كل ياثر. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه، احنا مشينا قبل لطوكيو عنا زوز فرص نتاع ميداليات خاسرينهم، مروة ابراهيم كنت حكيت عليها مع عندها ميداليه ذهبيه معناتها، ونظرا لتاجيل الالعاب من عملناه للسنه عرست ومعناتها وتحرمت باش تشارك، وايضا هنا العايدي اللي مسلسل تهز ميداليه اثنين معناتها زاد اللي معناتها تلقات اصابه معناتها في الفتره الاخرى يعني تقريبا جمعه قبل ما يمشي، ومعناتها ما مشاتش معناتها حرمت من المشاركه، هذول الكاس ميداليات اقل. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى معناتها التقدم نتاع المنافسين، يعني صحيح احنا عندنا وليد معناتها اللي ربح ميداليه ذهبيه وغدوه عنده شانس اخرى معناتها في السباق 800 متر، غدوه مش خوض تصفيات للدور النهائي نهار السبت نهار الاربعاء. صحيح اللي مروه هزت زوج ميداليات نتاعها، صحيح اللي معناتها روعه احمد بن مصلح هز ميداليه الفضيه نتاعه وعمل رقم قياسي افريقي يتحسن. احنا كي تشوف الاولاد نتاعنا اللي هزوا ميداليات، احنا زينا 9 ميداليات تقريبا كلهم معناتها اذا كان ما حطموش ارقام قياسيه عالميه ولا افريقيه حسنوا لقات الشخصيه نتاعهم، لكن هذا مش كافي. بالنسبه اللي ماشيين معناتها حاطين اللي مشاو، انت حكيت على اللي ما مشاوش، الرياضيين اللي مشاو هل تقريبا اللي حاطينهم باش يهزوا هزوا الا فما شكون خايب الامل؟ والله بون معناتها خايب الامل لا، لانه مثلا نخو البارح في رمي الصحن احنا عندنا معناتها ثلاثه بنات لعبوا روعه ومعناتها وعميميه فتحيه وسمر بالكعلاب، فتحيه عملت ميداليه في ريو، كان مفروض معناتها انه مش تراهن على احدى المقاعد احدى الميداليات، بون في الاخر تحصلت على المرتبه الرابعه، معناتها هذيك هي معناتها
تنجم معناتها فما ناس اخرين كانوا التالي تقدموا هذا اللي كنت قلت قبيلي هما توفر لهم امكانيات كبيره باش يتحسنوا باش يطوروا واحنا امكانيات متواضعه وهذا هو معناتها اذا كان ما توفرش امكانيات ما تحطش معناتها امكانيات في حجم القيمه نتاع الاتليت نتاع الرياضي معناتها بالطبيعه معناتها قد ما يتحسن هو يتحسن شويه لكن المنافسه نتاعو تحسن برشا يفوتوا فعميميه معناتها اللي كان المفروض انا باش نقولوا على منافسه تويج مع روعه ليلي جات الرابعه كانت بعيدة شوية على المركز الثالث تحرمت من ميدالية برونزية مش نقول ثم رؤية الجبابي ما قصرش بعد أولاد صغير عمره 23 سنة عمل زوج ميداليات أول مشاركة ليه ميدالية ذهبية ميدالية فضية وميدالية برونزية في 1500 وفي 400 بون ما نلومش عليهم الاخرين لانه هذاك هو معناتها ما تنجمش معناتها تطلب منهم اكثر فما عنا رياضيين راهو معناتها يشاركوا للرابع مره وخامس مره ما ينجمش يكون معناتها هو مثال نعطيك فرحات شيده معناتها حامل رقم قياسي العالمي ل 400 ربح ميداليه فضيه البارح في ال 400 هو معناتها عمل احسن رقم شخصي رغم اللي رقم قياسي العالمي معناتها من 2011 بسمو تو ما تحطمش احسن رقم شخصي في العام هذا معناها هي احسن رقم شخصي في العام هذا هو يملك رقم قياسي العالمي قلت لي مازال من عام 2011 ما تحطمش لكن تقدم في السن زاد تقدم في السن مع التحضيرات اللي مش في المستوى احنا نحكي ديما على التحضيرات لانه مش تمشي انت تشارك في بطوله مهما كان نوع البطوله هذه اعطيني اش حذرت مش اعطيني هاني ماشي اعطيني اش حذرت الكوفيد اثر ولا كان تنجم تكون اخير التحضيرات اكيد معناتها زي قلنا حتى في الالعاب الاولمبيه السويه منذ 3 او 4 اسابيع معناتها اثرت على الناس كل الكوفيد لكن التاثير معناتها اللي كان صحيح هو تاثير معناتها اللامبالاه وقله العنايه بالرياضيين نتاعنا من 2017 معناتها قبل الكوفيد معناتها كي تاخذ وليد كتيله وليد كتيله معناتها بطل اولمبي معناتها اربع مرات ولد كتيله معناتها قلت عنده 12 ميداليه ذهبيه في بطوله العالم صح ارقام قياسيه لا تحصى ولا تعد يعني تجي تعطيه 20,000 معناتها تدخل لك عملنا كونترا بروجرام العقود هذه نتاع الاهداف معناتها تعطيه 20,000 باش يحضر يعني تمنيك 20,000 دينار باش يحضر بها عام نتاع قول لي نتاع في البطل هذا بالنسبه لي كيما ايجان بولت معناتها في الاسويه النجم النجوم في العالم في رياضه المعوقين فهمني زيد قول له تعطيه معناتها قاسي عام كامل بكرسي معناتها تكسر وزيد تعطيه 20,000 معناتها تقول لي عقد ببرنامج يعني معناتها وزاره الرياضه لازم معناتها تراجع الاهداف نتاعها وتراجع الوسائل نتاعها والامكانيات نتاعها والتوجه نتاعها وتضع خطه معناتها واستراتيجيه لانه يحكيه كل وزير يجي يقول استراتيجيه وكذا فماش استراتيجيه في الوزاره كله كذب كله كلام فهمني من عام 2011 معناتها الوزراء كليك اللي جاو يحكيوا على برامج ومخططات وكذا بلا 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 كلام فهمني يهزوا الهواء فهمني حتى واحد ما فماش مع الناس كليك تعرف اللي تعرف الرياضه مليح وتبع الرياضه مليح وتعرف شنو يجري في الكواليس تعرف فماش استراتيجيه رياضيه الدليل انه الاربع كعبات هذونا معناتها لو كان معناتها يبطلوا معناتها تو ما عادش تلقى معناتها شكون ياخذ المشعل سي توفيق رغم لي كونديسيون هم علاش تراجعت النتائج بارابور للعام الاخر؟ تراجعت لي كونديسيون مش هما لي كونديسيون احنا اول حاجه من 2017 نقصنا 30% الميزانيه نتاع المنتخبات ما تنساهاش هذه لازم الناس تذكروها معناتها احنا قبل في العاده وقت يجيو معناتها ماشي يناقشوا الميزانيات نتاع الجامعات كل عام يزيدوا 5% هذا معروف لانه حتى في العالم وقت اللي مشي معناتها يعلنوا مناقشه الميزانيات نتاع الدول يزيدوا لانه بحكم التضخم بحكم كذا بحكم كذا ديما زياده معناتها في الواحد احنا معناتها كانت الزياده كل عام 5% من اولا من 2011 لليوم ديما نقصوا في الميزانيه هذه اول حاجه ثاني حاجه من 2017 التامه العظمى اللي ضربت الرياضه التونسيه هي تنقيص 30% من الميزانيه المخصصه للمنتخبات الوطنيه احنا الدينار معناتها يتراجع والتضخم وكل شيء معناتها نعملوه بالدفيز بالعمله الصعبه فهمني ونعملوا التربصات نتاعنا لبرا بالعمله الصعبه
والتنقلات معناتها لبرا بالعمله الصعبه والوتله لبرا بالعمله الصعبه وندفعوا معناتها التكاليف نتاع المشاركات نتاعنا لبرا بالعمله الصعبه ونزيدوا والعمله معناتها والدينار نتاعنا يتراجع معناتها تقريبا اكثر من شطر باراكور لليورو وللدولار وكذا ونزيدوا نقصوا 30% للميزانيه نتاع المخصصه للمنتخبات معناتها في 2017 وبعد عام 2018 نزيدوا نقصوا معناتها في عوض الرجعه 30% نزيدوا نقصوا و2019 نزيدوا نقصوا يعني هذه الناس لازم تعرفها راه. صحيح. باهي على شكون معاملين الايامات الجايه وليد كتيله فقط ولا نجموا نقاوم مدايات اخرين؟ والله ان شاء الله في الماراثون الاولاد معناتها مع الاسف هما في ال 5000 ما خلاهمش يجريوا معناتها النظره في مشكل صار معناتها بالنسبه للاحذيه الرياضيه نتاعهم احذيه خاصه بالماراثون ان شاء الله في الماراثون يوفقوا باش معناتها زوج اولاد باش يكونوا فوق منصه التتويج على الاقل واحد منهم. وليد عنده شانس كبيره وليد هو معناتها صاحب رقم القياسي العالمي في 800 متر غدوه باش يلعب الدور النهائي ونهار السبت معناتها دور نهائي ضحى معناتها شرحي في الصولجين معناتها وسونيا منصور في السباق 400 ان شاء الله هذول الخمسه سته رياضيين الخمسه رياضيين اللي مازالوا مش يشاركوا في الايامات الاخرى غدوه بعد غدوه ان شاء الله معناتها يفوزوا معناتها باكثر عدد ممكن من الميداليات يعني معناتها تو احنا تونس تحتل في العاب قوى مركبه التسعه بثلاثه ميداليات ذهبيه واربعه فضيه مني كان نعملوا ميداليه ذهبيه اخرى معناتها مباشره معناتها وليد نقول وليد نهار السبت يربح ميداليه نقفز من المركز التاسع لمركز الخامس وهذا مهم جدا. واضح. ان شاء الله معناتها يتحسن الترتيب نتاعنا ويتحسن الحصيله نتاعنا وعلى كل احنا معناتها كيما كنت قلت قبل ما تنطلق الدوره انه معناتها ما يلزمش ننتظروا معناتها حصيله كيما قلت من الاول كيما ريو ولا لندن ولا بكين. يعطيك الصحه شكرا لك سي توفيق على كل هذه التفاصيل ما دينا بها. عايشك. حول اكيد حول الاولمبياد الالعاب البارا اولمبيه تقريبا كان تقييم شامل ضافي وكافي من السيد توفيق قاسم الاعلامي المختص في الرياضات الفرديه. كان حكينا شويه على الاولمبياد وشنو هي السنه في الرياضيين التوانسه في الايامات الجايه. كنكملوا في البلاي اليوم. شكرا انيس جويني في الاخراج، تقوى المديوني في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المنتبه.